الرئيس السيسي وسيدة قرنته يرحبان بقرنة الرئيس الأمريكي في قصر الاتحادية، وجيل بايدن تشيد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة. شكري يشارك في اجتماع افتراضي لأصدقاء تجمع بريكس ويشدد على ضرورة إجراء حوار بين الدول النامية لتخطي الأزمات الراهنة. واشنطن والرياض تبديان استعدادهما لاستئناف رعاية المفاوضات السودانية، ويحثان الطرفين على الالتزام بوقف إطلاق النار. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرتنا إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحدة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي والسيدة قرينته للسيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي في قصر الاتحادية. وكانت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية قد استقبلت السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي بمطار القاهرة الدولي. استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية بمطار القاهرة الدولي السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها لمصر التي تمتد على مدار يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل السيد الرئيس تحياته للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة. من جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للسيد الرئيس، وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعباً لمصر. وأعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بحلول السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى ضيفة عزيزة على مصر. وأكدت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ترحيبها بالسيدة جيل بايدن في بلدها الثاني مصر. كما أكدت السيدة انتصار السيسي عن تطلعها بأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، معربة عن تمنياتها لها بقضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا. أعربت السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي عن خالص شكرها للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على الترحيب الحار بها في مصر. وتوجهت السيدة جيل بايدن بالتحية للسيدة انتصار السيسي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: شكرا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا. أكدت مصر على لسان وزير الخارجية سامح شكري بأن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حوارا شاملا بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء، منوها بما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات. وخلال كلمته بصورة افتراضية في اجتماع أصدقاء تجمع بريكس، شدد شكري على أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل. وتناول شكري الفجوة التمويلية الراهنة على مستوى العالم والتي تتطلب الانخراط في مناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية وإنشاء آليات تمويلية جديدة، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لتجمع بريكس عام 2021 والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016 يبرهن على دعم مصر لجهود البنكين في تعزيز تواجدهما في الدول النامية وخاصة في إفريقيا.
تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وتنتشر الفعاليات في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وفرة في المعروض من السلع في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تواصل وزارة الداخلية فعالياتها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع إحكام الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار. التخفيضات على السلع في إطار المبادرة تصل إلى 60%. ويشارك في هذه المرحلة الممتدة منذ شهر رمضان 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعاً على مستوى الجمهورية. احنا موفرين معظم السلع زي الرز وزي الزيت وزي السكر بأسعار مميزة، وبنحاول نحافظ طبعاً على تواجد السلع بصفة دائمة وبأسعار مخفضة يعني. وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة، ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. أنا شايفة أن ما شاء الله متوفر كل حاجة، الأسعار كويسة مقارنة من الناس بتستغل وبترفع في الأسعار، والحاجة متوفرة جدا وكل حاجة بصراحة مبسوطة منها يعني. مبادرة أسعارها كويسة، وإحنا بنشهد سيادة الرئيس أن المبادرة تنتشر أكتر وأكتر ويبقى الأسعار دي توفر على طول السنة. فعلا أسعار رخيصة جدا جدا جدا، أنا بنصح الناس يجوا اللي فيها حاجات المبادرة بتاعت سيادة الرئيس. السلع كلها هنا فيها تخفيضات والعملية متوفرة خالص، وبشكر سيادة الرئيس. وتم إقامة 4 معارض رئيسية في إطار المبادرة تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالأسعار المخفضة. أنا تقريبا ما فيش حاجة مش موجودة الحقيقة، كل متغطي، بالذات طبعا الحاجات الأساسية اللي البيوت بيحتاجها. طبعا بشكر سيادة الرئيس جدا على المبادرة دي، وعلى إن احنا السلع والمنتجات متوفرة بأسعار مناسبة بتلبي احتياجات المواطن. أسعار في المتناول وغير أسعار بره، أرخص من بره كتير يعني، في حاجات لا في فرق واضح فيها. المبادرة كويسة جدا 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 وجميلة، ملبية كل احتياجاتنا وكل حاجة، فالأسعار كويسة قوي، الأسعار في منطقة الجميع كويسة جدا بصراحة يعني. في السياق ذاته تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد ونبقى جنبك للنهاية. المبادرة تأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. جددت القوات المسلحة السودانية تأكيد قبول الدخول في مباحثات جدة بهدف بحث سبل تيسير النواحي الإنسانية لتخفيف معاناة المواطنين جراء العمليات الجارية، في سبيل التوصل إلى ترتيبات عسكرية واضحة تعيد السودان إلى مسار التحول الديمقراطي. وأوضحت القوات المسلحة السودانية أنها وافقت على أكثر من هدنة ومقترح بوقف إطلاق النار، على الرغم من عدم التزام قوات الدعم السريع بمتطلباتها وتماديها في ارتكاب خروقات متكررة، مما دفع الجيش لاتخاذ قرار بتعليق المفاوضات. وأشارت إلى أن الوفد السوداني بجدة قدم مقترحا تم التشاور غير الرسمي حوله مع الوسطاء لتنفيذ الاتفاق بشكل يؤسس لاستمرار التفاوض.
أعربت الرياض وواشنطن عن استعدادهما لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع في السودان. وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ إن هذه الخطوة مرهونة بالتزام الأطراف السودانية بوقف إطلاق النار في البلاد. وأضاف ويربرغ أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة لأنها كانت وما زالت تلعب دورا مهما في المفاوضات وإيصال وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن فرضت قيودا على التأشيرات على أفراد في السودان من بينهم مسؤولون في الجيش وقوات الدعم السريع وقيادات من حكومة عمر البشير السابقة دون كشف عن أسماء الأشخاص الذين استهدفتهم قيود التأشيرات. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركتين مرتبطتين بالجيش السوداني وشركتين مرتبطتين بقوات الدعم السريع إحداهما تعمل في تعدين الذهب. وأوضح مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الإجراءات تستهدف منع حصول الطرفين على الأسلحة والموارد، وتعد هذه الإجراءات أول عقوبات تفرض بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي. One of those unjustly detained was Rolando Alvarez, a bishop who criticized the regime. وتعليقا على العقوبات الأمريكية على السودان، قال السفير السوداني في واشنطن محمد عبد الله إدريس إن الجيش السوداني وقع على الهدنة في جدة والتزم تماما بما وقع عليه. وأضاف إدريس أنه إن كانت هناك عقوبات فتفرض على الطرف الذي لا يلتزم بتنفيذ ما وقع عليه. أفادت وكالة رويترز للأنباء بوقوع اشتباكات بين طرفي الصراع في السودان الليلة الماضية واستمرت حتى صباح اليوم. وقالت رويترز نقل عن شهود عيان في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة إن الجيش استأنف الضربات الجوية واستخدم المزيد من المدفعية مع استمرار الاشتباكات في غياب أي مؤشرات على انسحاب قوات الدعم السريع من شوارع المدينة والمنازل التي احتلتها. يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري إرقين وقسطل الحدوديين، حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، صف لنا أوضاع الوافدين لديك الآن. نعم، لازالت يعني الصورة الآن في تزايد لأعداد الوافدين عبر معبري قسطل وأرقين، ثم أيضا يعني التوافد الكبير والتواجد الكبير للحافلات المحملة بعدد كبير من المواد الغذائية، لكن تستمر أيضا الإشادات الدولية المختلفة وأيضا المحلية بالمساعدات المقدمة للسودانيين الوافدين عبر
معبر قسطل. كان آخر هذه الإشادات يعني ما صرح به السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان في بعض التصريحات الصحفية أن ما حدث في استقبال الأشقاء المصريين للسودانيين هي تجربة يجب أن تدرس. فاستقبال الشعب المصري للسودانيين الوافدين ساهم في الدعم النفسي وامتصاص صدمة الأحداث، وأن السودانيين لم يعاملوا كلاجئين بعد أن فتحت لهم البيوت أبوابها وتم استقبالهم أيضا كأشقاء وليسوا كلاجئين. وهذه التصريحات تنقلنا لنقطة هامة وفي الخاصة بالمبادرات المجتمعية التي تتم لاستقبال الأشقاء السودانيين. أحد الأحزاب السياسية يقدم هذه المبادرات بمساعدة الأشقاء السودانيين في توفير عدد من الشقق السكنية للإقامة بهم، وأيضا متابعة هذه الأسرة إذا كانوا يحتاجون إلى المساعدة أو إلى الدعم في أي لحظة، هذا بالإضافة إلى تواجدهم في مدينة أبو سمبل لتقديم كل الخدمات الغذائية أيضا والمتابعة الصحية لهم. هذا بالإضافة أيضا إلى الخدمات التي تقدم لهم والملحمة التي يعني يتم تجسيدها في موقف كركر الدولي. هذه المنطقة التي تجسد ملحمة وطنية مصرية هامة من خلال الخدمات التي تقدم، سواء نتحدث عن العيادات الثابتة التي تقدم عدد من الخدمات الطبية الثابتة، أو حتى المطبخ الدائم الذي يقدم الوجبات الجافة والساخنة، أو حتى التواجد للمنظمات الدولية التي تقوم بالتعاون مع المنظمات المصرية والمجتمع المدني بتقديم كل خدماتها، بالإضافة أيضا إلى توفير عدد كبير من الحافلات لنقل السودانيين إلى محطة سكك حديد أسوان للتمتع بخدمة التنقل عبر القطارات. تتحدث عن 4000 مقعد من خلال 6 قطارات يتم نقل السودانيين إلى المحافظات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الوجبات. نتحدث عن أكثر من 3000 وجبة تقدم أيضا للسودانيين في هذه المنطقة. فبالتالي نتحدث عن المبادرات المجتمعية والتكاتف الشعبي الموجود في محافظة أسوان وفي مدينة أبو سمبل وفي موقف كركر الدولي، فكل هذا يساعد في الدعم النفسي للسودانيين ويقدم لهم كل الخدمات. وكل هذه الجهات تعمل بالتوازي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساعدة للأشقاء السودانيين. فنحن نتحدث عن تكاتف كل مؤسسات الدولة في محافظة أسوان بجانب تكاتف الأهالي والمبادرات المجتمعية والمجتمع المدني وكل المنظمات التي تعمل لتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين، خاصة مع تزايد الأعداد خلال الأيام القادمة وخلال الفترة القادمة، كما نقل لنا شهود العيان من المواطنين السودانيين الذين نتحدث معهم بأن يعني خلال الفترة القادمة سيكون هناك عدد من الأسر التي ستتمكن من الخروج من السودان في حال هدوء بعض الأوضاع، ويعني إذا كانت هناك هدنة جديدة سيأتون إلى مصر حيث الأمان والتمتع بكل الخدمات المختلفة. طيب أخيرا ماذا عن أخيرا محمود ماذا عن الوافدين من غير الجنسيات السودانية الجنسيات الأخرى؟ نعم، هناك عدد يتوافد من الجنسيات الأخرى، نتحدث عن عدد يعني 25 جنسية مختلفة منذ يومين أو يعني مساء أمس كنا تحدثنا مع أحد المواطنين من مدينة تشاد، كان يأتي إلى هنا إلى مصر لتلقي العلاج وأيضا التمتع به يعني بعض الزيارات المختلفة هنا في مصر. فهناك عدد أيضا يعني نتحدث عن تقريبا العدد وصل إلى 170,000 من جميع الجنسيات الذين وفدوا عبر معبري قسطل وأرقين، منهم 164,000 من السودانيين. فنتحدث عن عدد كبير من الجنسيات المختلفة التي تأتي إلى مصر وهم 25 جنسية. كان أيضا هناك عدد من إندونيسيا كانوا قد وفدوا أيضا إلى مصر للتوجه إلى دولتهم،
بالإضافة أيضا إلى الخدمات التي تقدم لهم، كل الخدمات الموجودة سواء في معبر قسطل أو أرقيل أو حتى في محافظة أسوان تقدم لكل الوافدين من مختلف الجنسيات سواء سودانيين أو حتى جنسيات أجنبية، ويتم متابعة أيضا هذه الجنسيات من جمعية الهلال الأحمر المتواجدة أو من مفوضية أو من المنظمة الدولية للهجرة في متابعة الرعاية الأجانب الذين يريدون التوجه إلى دولهم، يتم متابعتهم لحين وصولهم إلى إلى العاصمة المصرية القاهرة، وأيضا يتم توفير أماكن إقامة لهم ثم حجز تذاكر طيران لهم ثم التنسيق مع سفاراتهم في القاهرة يعني الخروج من القاهرة والوصول إلى دولهم إلى بلادهم. نعم، مراسل التلفزيون المصري زميل محمود جميل كنت معنا من ميناء أبو سمبل النهري، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع لمجلس الأمن إن المنتقدين يحاولون بشكل متزايد زعزعة استقرار روسيا، وشدد بوتين على ضرورة بذل الجهود لمنع زعزعة أمن موسكو تحت أي ظرف من الظروف. вопросами межнациональных отношений в стране. Для Российской Федерации это вопросы чрезвычайно важные, имея в виду, что у нас 190. تشهد أوكرانيا تصعيدا عسكريا حيث شنت روسيا هجوما بالطائرات المسيرة وصواريخ كروز، ما دفع السلطات الأوكرانية لإطلاق التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد. في المقابل أعلنت سلطات عدد من المقاطعات الروسية عن تعرض البلاد لقصف وهجمات بمسيرات من جانب أوكرانيا. تصعيد عسكري متبادل من الجانبين الروسي والأوكراني، ففي الوقت الذي تحاول فيه كييف استعادة المناطق التي تسيطر عليها موسكو وسحب البساط من خلال مناوراتها الجوية لعرقلة التحركات الروسية، تكثف موسكو ضرباتها لمنع أوكرانيا من تنظيم صفوفها. وبحسب السلطات العسكرية في كييف فإن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما أسفر عن رفع السلطات الأوكرانية التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد. وقال مسؤولون في العاصمة كييف إن أنظمة الدفاع أسقطت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية. في المقابل قال مسؤولون روس إن القوات الأوكرانية حاولت عبور الحدود إلى منطقة بيلغورود في أول توغل من نوعه، وتنفي أوكرانيا تورط جيشها في عمليات التوغل وتقول إن تلك العمليات نفذها متطوعون روس. وفي السياق ذاته أعلن حاكم إقليم بيلغورود الروسي فياتشيسلاف غلادكوف عن سقوط قتلى في قصف للجيش الأوكراني استهدف طريقاً في منطقة شبيكينسكي، مشيراً إلى أنه تم إجلاء أكثر من 2500 من سكان المنطقة إلى مراكز إقامة مؤقتة. يأتي هذا فيما أعلنت السلطات في عدد من المقاطعات الروسية أن مناطق فيها تعرضت لقصف وهجمات بمسيرات من جانب أوكرانيا. وفي مقاطعة سومولينسك أفاد مسؤولون بأن طائرتين مسيرتين تابعتين لأوكرانيا هاجمتا منشآت للوقود والطاقة في المنطقة. الأزمة الأوكرانية تزداد تعقيداً مع تصعيد العمليات العسكرية من الجانبين واستمرار موسكو في عملياتها العسكرية ومحاولة كييف نقل الصراع إلى الحدود الروسية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا وحلفاء آخرين من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول الركائز الأساسية لسلام عادل ودائم لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا. وأضاف بلينكن أن واشنطن ستشجع أيضا مبادرات الدول الأخرى لإنهاء الصراع ما دامت تحترم ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها. لقد وضعنا على مسارين محتملين لموسكو، الأول وهو مسار الدبلوماسية الذي بإمكانها أن يؤدي إلى تعزيز الأمن لأوكرانيا ولروسيا ولكل أوروبا، أو المسار الثاني ألا وهو المسار العدائي الذي سيكون لديه تداعيات خطيرة على الحكومة الروسية. الرئيس الأمريكي بايدن قال أنه على مهما كان المسار الذي سيختاره بوتين يجب أن نكون مستعدين، وفي حال اختارت الحرب سنقوم بثلاثة أشياء: أولا دعم أوكرانيا، ثانيا فرض عقوبات وخيمة على روسيا، وثالثا تعزيز قدرات الناتو فيما نعمل على توحيد شركائنا وحلفائنا خلف هذه المبادئ.
قال المبعوث الصيني الخاص لشؤون منطقة أوراسيا لي هوي إن الجانب الروسي يقدر رغبة الصين ويقدر جهودها لحل الأزمة الأوكرانية. وأضاف أن موسكو عبرت عن ترحيبها بجهود الصين للوصول إلى حل سلمي لأزمة أوكرانيا، وأنه يجب على جميع الأطراف ضمان سلامة المنشآت النووية. وأكد المسؤول الصيني أن خطر تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية ما زال مرتفعا، لافتا إلى أنه لا يعتقد أن روسيا وأوكرانيا أغلقت الباب تماما أمام التفاوض من أجل تسوية الأزمة رغم صعوبة اجتماع جميع الأطراف في الصراع الروسي الأوكراني لإجراء محادثات مثمرة. أيد وزراء خارجية دول مجموعة بريكس في اجتماعهم في كيب تاون التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا والتنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود. وأشاد بيان صادر عن الاجتماع بمقترحات الوساطة التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن الوزراء دعوا أيضا إلى التنفيذ الكامل والفعال لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، ومشددين على أهمية وصول الحبوب والأسمدة للمحتاجين. وتضم مجموعة بريكس كل من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هياشي إنه يتعين على اليابان والدول ذات التفكير المماثل أن تتحد وتواصل العقوبات على روسيا. وأعرب هياشي في مؤتمر صحفي عن أمله في أن تشجع العقوبات روسيا على إنهاء العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن تمهيدا للوصول لمرحلة الحوار وإجراء مفاوضات سلام. أخبار السادسة مستمرة مع حضرتكم وتتابعون فيها. الفاو تؤكد انخفاض أسعار الغذاء عالميا إلى أدنى مستوياتها منذ عامين. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون برفع سقف الدين لينهي فترة من الجدل بشأن الاقتصاد الأمريكي والعالمي. ووفقا للقرار الجديد ستتمكن واشنطن من سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025، كما أن مشروع القانون سيخفض ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية. تبخر شبح تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها بقرار وصفه الديمقراطيون بالانتصار، فيما وصفه الجمهوريون بالإنقاذ، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون برفع سقف الدين لينهي فترة من الجدل بشأن الاقتصاد الأمريكي والعالمي. ووفقاً للقرار الجديد ستتمكن واشنطن من سداد مدفوعاتها حتى بداية عام 2025، على الرغم من أن صفقة التسوية التي تم التفاوض عليها بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي لا تترك الجمهوريين ولا الديمقراطيين سعداء تماماً بالنتيجة. تعليق سقف الدين مدة عامين يعني السماح للحكومة الأمريكية بالاقتراض إلى عام 2025، أي ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية دون قيود. لكن مشروع القرار يأتي مع اقتطاعات في الإنفاق الحكومي طالب بها الجمهوريون، وكانت محل خلاف طوال عملية التفاوض. وهذه الخطوة تختلف عن رفع سقف الدين المحدد حالياً عند 31 تريليوناً و400 مليار دولار بمبالغ معينة، إذ لا يقيد القانون الجديد الحكومة باقتراض مبلغ بعينه، وإنما يسمح لها بالاقتراض دون سقف. وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أشادت من جانبها بتمرير القانون، مؤكدة أنه يحمي المصداقية والتصنيف الائتماني الكاملين للولايات المتحدة. إقرار مشروع قانون سقف الدين يحمي المصداقية والتصنيف الائتماني الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتنا المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستقرار اقتصادنا. ما زلت أؤمن بشدة أنه يجب عدم استخدام سقف الدين للولايات المتحدة كورقة مساومة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد بالقرار قائلاً إن أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين صوتوا لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه بشق الأنفس ومنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق.
مشروع القانون سيخفض ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية التي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها للسنة المالية 2024، وسيحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1% في عام 2025. انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الفاو لأسعار الغذاء العالمية في مايو إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم. وقالت منظمة الفاو إن مؤشرها الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق. وتعد قراءة مايو هي الأدنى منذ إبريل 2021، وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء الأزمة الأوكرانية. قدمت المفوضية الأوروبية 5 مقترحات تشريعية جديدة لتحديث قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السلامة البحرية ومنع تلوث المياه من السفن ودعم صناعة الشحن النظيفة. وذكرت المفوضية أنه نظرا لأن 75% من التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي يتم نقلها بحرا، فإن النقل البحري ليس فقط شريان الاقتصاد ولكنه أيضا شريان الحياة لجزر الاتحاد الأوروبي والمناطق البحرية الطرفية والنائية. وأضافت أنه على الرغم من أن السلامة البحرية في مياه الاتحاد الأوروبي عالية جدا حاليا مع وجود عدد قليل من معدلات حدوث انسكابات نفطية كبيرة، ما يزال يتم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حادث بحري كل عام. أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد سريلانكا يظهر مؤشرات أولية على التحسن، لكن التعافي ما زال صعبا. وأفاد نائب المدير العام للصندوق كانجي أوكامورا بأن سريلانكا تخرج من أزمتها غير المسبوقة بفضل إصلاحات تشمل مضاعفة الضرائب وخفض الإنفاق وإلغاء المساعدات. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة مستعدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية بموجب معاهدة تعود إلى فترة الحرب الباردة طالما فعلت روسيا ذلك، وكذلك للتفاوض بشأن معاهدات جديدة مع موسكو وبكين. وقال سوليفان: نحن على استعداد للالتزام بالحدود الوسطى طالما فعلت روسيا ذلك، في إشارة إلى سقف الرؤوس الحربية المحدد في معاهدة ستارت الجديدة. ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي موسكو والصين إلى الدخول في محادثات لتبني معاهدة جديدة تحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في 2026 من دون شروط مسبقة. We'll be right back.
ينطلق اليوم منتدى شانغريلا الأمنية الذي يستمر 3 أيام في سنغافورة بمشاركة مسؤولين أمنيين كبار من أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وأستراليا واليابان. هذا ويناقش المنتدى الإجراءات اللازمة لجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ مستقرة ومتوازنة، كما يناقش نظام الأمن البحري المتطور في آسيا. بدأ حلف ناتو نشر نحو 700 جندي في كوسوفو وكتيبة إضافية تكون في وضع الاستعداد، وذلك عقب مواجهات في شمال البلاد أصيب خلالها 30 جنديا من قوات حفظ السلام التي يقودها الحلف. وعلى الأرض تواصلت التظاهرات الصربية المعارضة لتسلم رؤساء بلديات ألبان مناصبهم في شمال كوسوفو الذي شهد مؤخرا مواجهات مع قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو، بينما يتصاعد الضغط الدولي على حكومة بريشتينا لوقف تصاعد التوتر. لم يعد مستغربا انفجار بؤرة جديدة للصراع في وسط أوروبا تحت وطأة الرغبة الأوروبية الدائمة في إبقاء ما حول روسيا مشتعلا قدر المستطاع. لذا لا يمكن قراءة الوضع بمعزل عن الحرب الأوكرانية والتدخل الأوروبي الذي يساند كوسوفو، فيما تدعم روسيا والصين حليفهما الصربي. وفي انفراجات ضئيلة وإن كانت كافية للبدء في التفاوض، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني والرئيس الصربي إلكسندر فوتيتش على وشك الاتفاق على حل منظم ودائم للصراع في كوسوفو. وعلى هامش قمة كيشيناو حيث اجتمع رؤساء دول وحكومات 47 دولة في مولدوفا، أكد الرئيس الصربي إلكسندر فوتيتش أن إنشاء اتحاد للبلديات ذات الأغلبية الصربية في البلاد يعد خطوة مهمة في حل الخلافات مع كوسوفو. المسألة الحقيقية هي أولاً وقبل كل شيء، والتي تصبح حتماً العنصر الأول، هي كيفية تخفيف تصعيد الموقف. ثانياً، كيف سنتجنب المزيد من الاستفزازات المستقبلية والتحركات أحادية الجانب؟ ما هي الضمانات الحقيقية لذلك؟ رقم 3، إذن نحن بحاجة إلى التركيز على إنشاء اتحاد البلديات الصربية، والذي تم التوقيع عليه قبل 10 سنوات ونصف كما تعلمون في أبريل 2013، إلا أنه لم يتم تفعيله. وتجددت التوترات بين صربيا وكوسوفو هذا الأسبوع بعد أن داهمت شرطة كوسوفو التي تتمتع بحكم ذاتي وأغلبية مسلمة المناطق التي يسيطر عليها الصرب في شمال المنطقة، واستولت على مباني البلدية المحلية. وقاطع الصرب الانتخابات البلدية في إبريل في 4 بلدات في شمال كوسوفو، ما أدى إلى انتخاب رؤساء بلديات ألبان مع نسبة مشاركة تقل عن 3.5%، ما أدى إلى تنصيبهم في مناصبهم الأسبوع الماضي. واندلعت الصدامات على إثر هذه الخطوة أولا بين المتظاهرين والقوات الخاصة من شرطة كوسوفو، ثم إلى مواجهات مع قوة حفظ السلام التابعة لحلف الناتو.
أعلنت الصين رفضها للاتفاقية التجارية الموقعة بين الولايات المتحدة وتايوان، واتهمت الحكومة الصينية واشنطن بانتهاك الاتفاقيات الخاصة بوضع تايوان، مطالبة الحكومة الأمريكية بوقف الاتصال الرسمي بالحكومة المنتخبة في الجزيرة. يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت اليمين الدستورية لفترة ثالثة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية. هذا وسيعلن أردوغان تشكيل حكومته الجديدة مساء اليوم ذاته. وفاز أردوغان بنسبة 52.14% في مقابل منافسه كليتجار أوغلو بنسبة 47.86%. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء تفيد اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف والتي نفت تلك الأنباء نفيا قاطعا، مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تنفيذ خطة لهدم وإزالة أي مسجد من مساجد آل البيت. وشددت الوزارة على أن كافة مساجد آل البيت قائمة كما هي دون المساس أو الإضرار بأي منها لما لها من قيمة دينية وتاريخية تجعلها تحظى بمكانة عظيمة، مشيرة إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت على نحو يتماشى مع طابعها التاريخي والروحاني وبالتوازي مع التطوير للخدمة والمرافق. استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات الاحتفال بذكرى لجوء العائلة المقدسة إلى أرض مصر. وعقب افتتاح المعرض تم عقد جولة بتقنية الواقع الافتراضي لمعايشة الرحلة التاريخية من داخل محطات تاريخية وأثرية كانت من ضمن مصارع العائلة المقدسة. عندنا رحلة العائلة المقدسة في مصر فيها نقط كتير جدا شبيهة بالنقط اللي موجودة في القدس. ليه احنا ما ندعمش الجزئية دي بحيث ان احنا نجهز هذه الاماكن لاستقبال السياح من جميع انحاء العالم، استقبال جميع السائحين من جميع انحاء العالم على انهم يقدروا يزوروا الاماكن دي ونحولها لهم لقصة من اول ما السيد المسيح وصل ارض مصر لحد ما خرج منها. رسمت السبع المسارات وشاركت في أكبر معرض ديني مع جمعية ائتلاف التراث، وكان الرئيس الشرفي ليها معالي المستشار عادل حسين، ورحنا شاركنا في أكبر معرض ديني والأول من نوعه في مدينة فيشنزا في إيطاليا. دعانا قداسة بابا الفاتيكان لدعوة في قصر الفاتيكان، وقداسة البابا توادروس الصراحة مشكور بعت لنا وفد كبير جدا من الكنيسة حضرة المعرض. أرض مصر والمصريين كمان احتضنوا العيلة المقدسة وكانوا معاهم في كل خطوة، فأنا فخورة أني مصرية وفخورة أن احنا بنحتفل الاحتفال النهاردة في متحف الحضارة المصرية، وفخورة أن ده حدث قومي وحدث وطني لأن الكنائس كلها احتفلت بيه ودي حاجة عظيمة، وإحنا بنحتفل موازياً مع الكنائس كلها بهذا الحدث لأننا كلنا مصريين وكلنا فرحانين بهذا الحدث. المسار ده على الأقل هيشغل نسبة شباب كتيرة جداً كمنتج، نقدر أن كل الشعب يشارك في المنتجات اليدوية في كل بلاد مصر، من عندك من أول ما جينا من سينا للمزارات كلها لكل الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة، مرورا شمالا وجنوبا لغاية لما وصلنا لغاية دير المحرق في درونكا.
نظمت محافظة الشرقية احتفالية بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض المحافظة، وذلك بمنطقة أثار تل بسطة بمدينة الزقازيق. كما شهدت الاحتفالية قيام فريق تمثيل المطرنية ثياتيرا بمصاحبة فريق كورال ليكن نور بتقديم مشهد تمثيلي بعنوان مصر الأمن والأمان. واليوم اللي جت فيه العائلة المقدسة السيد المسيح والسيدة مريم العذراء ومرافقهم علشان جم إلى هذا المكان المقدس اللي علشان إحنا نحيي رحلة وخط وسير العائلة المقدسة في جمهورية مصر العربية. اليوم جميل، احتفالية رائعة. الاحتفال بمسارات أو مسار العائلة المقدسة بمصر جميل. ذلك الملف الهام والذي يبدو من أهمية بمكان عملت عليه اللجنة كثيرا جميل، وتضافرت فيه جهود مؤسسات عريقة من مؤسسات الدولة جميل، كوزارة الثقافة والسياحة والآثار ووزارة الخارجية والكنيسة واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لإدراك هذا الملف على لائحة التراث الثقافي الغير مادي لليونسكو. دعت السفارة الألمانية بالقاهرة لتلقي عروض المشاريع من مختلف الجهات في إطار مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف. وتأتي المبادرة التي تقدم منحا للتمويل المشترك تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو لتكون من بين آليات التعاون لخلق فرص العمل. في إطار مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف بمصر، جاءت الدعوة الرابعة من السفارة الألمانية بالقاهرة لتلقي عروض المشاريع من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح للحصول على منح للتمويل المشترك تصل قيمتها إلى 10 مليون يورو لكل مشروع. هذه المبادرة كما ذكرت هي داعمة لكل أفرع الاقتصاد ولا تستهدف فرعاً معينا من أفرع الاقتصاد في حد ذاته، قد تكون في مجال الطاقة، في مجال الصناعة، في مجال البنية التحتية، في مجال الصناعات الإنتاجية والاستثمارية. الهدف منها هو خلق فرص عمل ومزيد من فرص العمل لا سيما في القطاع الخاص. المبادرة تأتي كآلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة عمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا. شروط التقديم لازم طبعا تبقى المؤسسة المتقدمة. احنا بنخش في مشاريع جديدة بس، ما ينفعش نخش في مشروع قائم عايز مثلا دورة راس مال. احنا نوع الفاسيتي اسمه بروجكت فاينانس فاسيتي، فبنخش في مشاريع جديدة. حد عايز يبني مصنع او مؤسسة عايزة تعمل اكسبانشن لخطوط الانتاج بتاعتها او عمليات توسعه لخطوط الانتاج بتاعتها، في الحالة دي احنا بنقدر نخش معاهم في عمليات التوسع بشكل منحة لا ترد مقدمة من IFE نيابة عن KFW والوزارة الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي. طبعا التمويل لازم ليه هدف اجتماعي، ان هو يخلق فرص عمل ويساعد الكوميونيتي ان هو يلاقي جوبز فرص عمل في المجتمع. فطبعا ميزة البرنامج ده ان هو بيدي منحة لا ترد، بس مقابل كده بيشترط شرط مهم جدا ان هو حد أدنى من فرص العمل اللي بيخلقها المشروع. وتهدف المبادرة إلى التعاون مع الشركات المحلية وخلق فرص العمل لتحقيق قيمة مضافة للمشروعات الاستثمارية فضلا عن تحسين ظروف العمل المحلية. وتشارك في هذه المبادرة إلى جانب مصر 7 دول إفريقية منها كوت ديفوار وتونس المغرب ورواندا والسنغال. للآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. فاطمة خليل والتفاصيل. فاطمة، شكرا ساحر ناجي، شكرا لمحمد عبد الله، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع على أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية. أضاف الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس نجحت أمس الخميس في إتمام عبور 63 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها نحو 3,800,000 طن. وشدد رئيس هيئة قناة السويس على قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد ومجالات العمل المرتبطة بتنظيم وتسيير حركة الملاحة بالقناة. وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور 67 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها نحو 4,200,000 طن. سلم وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة بنينسولا العالمية، والتي ستبدأ تقديم خدمتها بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط. أكد الوزير أن شركة بنينسولا تعد إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات السفن، وأن هذه هي الرخصة الثانية التي تمنحها مصر للشركات العالمية بعد الرخصة الأولى التي تم منحها لشركة من نيرفا العالمية. يأتي ذلك في إطار التوجه نحو أن تصبح مصر مركزا رائدا في مجال تموين السفن بالوقود وتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط انتعاش المعنويات نتيجة لإقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي، وتشير توقعات في الأسواق إلى احتمالية تنفيذ أوبك بلس لخفض في الإنتاج لدعم الأسعار في اليومين المقبلين. أما على صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.45% إلى $76.01 للبرميل، بينما زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.52% إلى $71.87، وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.39% لتصل إلى $2.37 للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.48% لتسجل نحو $2.19 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت الأسهم الأوروبية تقودها أسهم شركات التعدين والعقارات، حيث تنفس المستثمرون الصعداء بعد موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون لسقف الدين، ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. صعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.5% مع ارتفاع أسهم قطاعات مثل التعدين وشركات بيع التجزئة والنفط والغاز. صعد مؤشر العقارات الأوروبية أيضا بنسبة 1.9%، حيث وصلت عوائد السندات الحكومية انخفاضها وسط مؤشرات على أن ضغوط الأسعار تتراجع أسرع من المتوقع في منطقة اليورو. صعدت معظم الأسهم الإماراتية على خلفية التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي أدى لتجنب تخلف كارثي عن السداد وساهم في تحسن المعنويات في معظم فئات الأصول. صعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 0.6% مسجلا مكاسب للسادس يوم على التوالي بدعم من مكاسب قوية في القطاع المالي. ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي 0.4% بعد تراجع لجلستين متتاليتين. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ومحمد لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك يا فاطمة. وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي والسيدة قرينته يرحبان بقرينة الرئيس الأمريكي في قصر الاتحادية، وجيل بايدن تشيد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
شكري يشارك في اجتماع افتراضي لأصدقاء تجمع بريكس، ويشدد على ضرورة إجراء حوار بين الدول النامية لتخطي الأزمات الراهنة. واشنطن والرياض تبديان استعدادهما لاستئناف رعاية المفاوضات السودانية، ويحثان الطرفين على الالتزام بوقف إطلاق النار. وبهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة. إلى اللقاء.